عدنا يا كابتن المشاهدين ان في مفاجآت كتير قوي معانا النهارده، ودلوقتي هنروح لاستاد الاهلي والسلام علشان نشوف ماتش لقدامى اللاعبين ونستمتع بيه، وهيكون بتعليق النجم بيومي فؤاد. هنروح الماتش ونرجع مره ثانيه. انا مش عارف اقول ايه، معدي كده بالعربيه جايب التصوير، لقيت هيصه وزينه وفرح، قلت اخش اشوف في ايه، لا يكون في تصوير. لقيت استاد الاهلي والسلام بيفتتح. يا سلام على الفخر، يا سلام على الشرف. ليه الشرف ان انا بذيع مباراه لقدام النادي الاهلي اللي ياما متعوده. انا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده، ويا رب دايما الاهلي يفرحنا زي ما بيفرحنا. اشكركم، اشكركم جدا جدا. يا نهار ابيض. لا اقدر، اقدر يا كبير. يلا يلا حبيبي سمير محمود عثمان، دي جيش حبيبي، احسن لاين مان شفته في حياتي والله. يلا يا كابتن سلام. يلا 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 يا بلال، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضلوا. الله ايوب، عمالقة الاهلي والله، عمالقة حبيبي يا اسلام. حاضر حاضر. الله حبيبي محمود ابو الذهب بلال، يا سلام. سؤال مصطفى، ده الحاج ده حكام سمير عثمان احمد الجيش. سؤال مصطفى، حكامنا النهارده سمير محمود، الحكم الدولي سمير محمود عثمان، اثنين مساعدين ايمن دجيش، والله زماني ايمن، ووائل مصطفى. فريق فيه اسلام الشاطر، سمير كمونه، سامي قمصان، اسحاق اول، اسحاق اول، محمد فاروق، حسين شكري، محمود ابو الذهب، احمد ايوب، احمد بلال، عمرو انور. الفريق الثاني احمد فوزي، شادي محمد، احمد السيد، احمد ابو مسلم، شريف عبد الفضيل، احمد صديق، عبد الحميد حسن، محمد فاروق، امير عبد الحميد، خالد بيبو، هاني العجيزي، اسامه حسني، احمد عبد الظاهر، حمدي ابو راضي. 13 و13 ماتش تاريخي والله. وصديق، هو انا قلت صديق؟ واحمد صديق.
الاهلي وعشره عمر، الاهلي كيان. يلا يا جماعه عايز ابدا الماتش يا اخوانا. كابتن محمود الخطيب، سيادة الوزير وأعضاء مجلس الإدارة نازلين الملعب. قد إيه أنا متاخد يا جماعة؟ قد إيه أنا مبهور يا فنان حبيبي زي حضرتك. ضربة البداية كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب بيسلم على أيمن دجيش، سمير محمود عثمان ووائل مصطفى. سلام. الفريقين واقفين في دايرة. ضربة البداية بيبو كابتن محمود الخطيب. يا سلام. ترحيب كبير من جميع اللعيبة الكابتن محمود الخطيب، ربنا يديله الصحة. قيمة وقامة كبيرة. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين اللعيبة بتجهز إحماء. غريبة مع انهم لسه كانوا بيلعبوا من قيمة 10 15 سنة. الحكم الدولي بيدي تعليماته طبعا. زي ما حضراتكم شايفين انا اهو وانا اهو. اهلا وسهلا. تحضير من جميل اللعيبه. احمد ابو مسلم تخن احمد. زي ما احنا شايفين راس المرأة حميد حسن. يا سلام ميدو حبيبي، والله وكبرت يا ولاد وكبرتونا معاك. دلوقتي احنا في انتظار صفارة البداية من الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان. هيظبط ساعته. ها بيشاور لمساعدينه جاهزين على بركة الله. وابتدت المباراة. كورة من ناحية اليمين، بينية حلوة. خالد بيبو، يا بيبو بيبو صفارة تسلل. والغريبة انه ما اعترضش. كابتن وسام حسني زي ما شايف تخنوا الاولاد. باصة في نص الملعب، تمريرة ثانية من على اليمين. هو هناك اهو فاضي. تمريره حلوه جدا. اسلام الشاط. اسلام. ها 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 يضيع فرصه. لسه تاني. يا سلام يا سلام. طب كنا في غرفة العمليات زي ما بيقولوا. تمرير تاني من ناحية كبير اليمين من عند اسلام الشاطر. بتتخطف كلها تجهيزات، كل ده للوصول لمرمى الفريق المنافس اللي هو
حلوة قوي لخالد، والله زبان خلود، والله اتقطعت. محمود ابو الذهب، دبابة ابو الذهب، دبابة نص الملعب، اتخطفت من فاروق، راحت لصديق، وسام حسني معانا في نص الملعب بيدور على بيبو، هو اللي عدى، وسام هيجيبها، وسام هيعملها، وسام هيعملها، وسام هيعملها الاول لاسامة حسني، وجول 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 هايل اسامة حسني يا جماعه. والله زمان يا اسامه. ضربت مره اتلعبت، وسام في نص الملعب، من الشمال راحت ل هيشوف هيعمل، هي دي جول، يا برافو برافو، تصدي هايل. كمودة أسامة تاني، حلو ناحية اليمين، هاي ها ها هاي بص ها ها، والله ما طمعش ما طمعش ما صديق وراك وراك اميدو، واتخطفت منه يا جماعه. بينقل الملعب، مقطوعه، هو مسلم ابو مسلم، والله زمان ابو مسلم جنب ميدو. ها انتوا تبصوش لميدو ليه؟ الحكم ما صفرش وبيدي اذن للاعب، بياخدها تاني ميدو مع الكوره. الله النقله حلوه، خلبيبو راح لصديق، صديق صديق صديق، والله زمان صديق. كورنر، اول كورنر لينا في مباراه اليوم، اللي خرجها ايوب. حلو جدا، شايفين القعده اهو، بيحاول كسبانين بقى وبيضيعوا وقت. حلو قوي حلو قوي حلو قوي، يلا اسامة اسامة اسامة، يا وال يا وال، يا سلام يا سلام على التصدي، هايل والله هايل، برافو يا اولاد. عاوز يجيب الثاني، عاوز يأمن الماتش، تحضير ناحية الشمال مع ميدو، ابو مسلم اشول، ابو مسلم اشول، ابو مسلم اشول، اشول لعبها بيمينه ضعيفه عشان جت على يمينه، طلعت بسرعه، خطفت الاستعجال برضو، هو اوفسايد اوفسايد اوفسايد، صح اوفسايد، صحيح اوفسايد صحيح، بدون الرجوع للفاول. عمر السيد ارجع شريك، الله الجول الاول اتحسب، اه 1-0 لينا. من ناحيه اليمين، ما اعرفش المباراه اللي زي ديت فيها فار ولا تقنيه الفار. آه آه، الله 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 على ده جول، الله على ده جول، صحيح يا ابني صحيح يا ابني، ما شاء الله، يا سلام يا بلال. طبعا الكبير كبير، يا سلام، لعبها لب وجميله جميله جميله، حلوه جدا جدا. 1-1 تعادل، برافو يا بلال، بالتعادل اكتر من مره من حلاوه الجول الحقيقه. بيبو وبيندهوله، بيبو خطفت تاني في نص الملعب، راحت العادل، والله حلوه حلوه قوي حلوه،
والله صار حلو. الله اوفسايد 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 يا فاروق. تعترضش ولد. صار حلو قوي الحقيقه يا جماعه في استاد الاهلي والله. ايه انا سعيد جدا، يا ريت جبت لبس الرياضه كنت لعبت والله العظيم. ميدو الله جول حلو قوي، جول حلو قوي. الهدف الثاني 2-1 لينا. اشاره جميله من ميدو. القعده اهي. يا سلام على التعاون. حلو قوي الله عليك. يا سلام بقى على الدكه دي، يا سلام. اسامه عرابي، ربيع ياسين، وشيخ ربيع ياسين، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سمير كمونه، يا سلام. ايمن شوقي. نرجع لماتشنا تاني. كل دي تحضيرات احنا شايفينها راحت لاسلام. اسلام بابتسامته المعهوده. ها 1 2 تخطف جو، ما يقدرش يمسكها زي ما حضراتكم عارفين. بيخطف مبدا السلامه. اسلام الشاطر حلوه جدا. بس يا سلام ما من دفاعاته. برافو. اخلص من هنا. ميدو حلو قوي ومحافظ على جسمه. الله اكبر. بينيه حلوه جدا. خلاص دي حارس مرمى. يا سلام. بتتخطف في نص الملعب. هجمه مرتده سريعه. ايوب لفاروق. نص الملعب تاني. يعمل نقله حلوه قوي. اسلام الشاطر. اسلام فاش حاجه. يا اسلام فاش حاجه، ما تستعبطش فاش حاجه. يلا طبعا يا جماعه، يعني اللي هقوله دلوقتي حاجه اكيد كل اهلاوي عرفها، ان ابننا الكابتن رمضان صبحي خلاص ما بقاش معانا وراح لنادي بيراميدز. انا عايز اقول له من قلبي والله ربنا يوفقك يا ابني، واكيد الله العظيم من قلبي كل اهلاوي ربنا يوفقك. عايز اقول لك كمان يا رمضان بجد، عايز اقول لك على بيهوب، على بيهوب. صح على بيهوب. ده اول من اثبت ان الاهلي مش بتاع الدقيقه 90 اللي انا لحقته، يعني لان اكيد كان في قبله، بس اول واحد. انا ما بقدرش انسى ماتش الكاس بتاع المصري، الله يرحمه سيد بتولي وقايم بيه. انا بزيع ده ماتش هايل، ده ماتش حلو جدا طبعا، ماتش سريع جدا والله وجميل. تدخل من ميدو بياخدها منه ايوب. مين ده؟ علاء سامي مصاد. الله يا سامي الله. ولا وميدو عبد الحميد. شايف محمود الذهب؟ فوزي. جدا ربنا يخليك. تخنوا وكبروا، ده انا اللي هو انا اللي بتدرب كل يوم تخنت. ارجع تاني لموضوع رمضان صبحي يا جماعه مش معانا. رمضان صبحي يا جماعه في نادي بيراميدز، الف مليون مبروك يا رمضان وربنا يوفقك. وبجد يا ابني والله العظيم ربنا يوفقك. وعايز اقول لك بس واقول لكل الاهلاويه وجمهور الاهلي، محدش يزعل، محدش يخاف، ما بتقفش على حد. كانت وقفت يا حد ينسى عصام الحضري ده اللي باكد الاهلي نادي مبادي. وعايز اقول ان بعد كل المفاوضات وبقالنا شهور وبقالنا ايام وبقالنا اسابيع وكل الكلام ده مع النادي الانجليزي ومع كل الكلام دوت، مشي في منت. عايز امشي مع الف سلامه، ودي للكل مع الف مليون سلامه، ما بتقفش على حد. والله الحمد لله.
الحمد لله. والله الحمد لله رب العالمين. سبع ربيع، مر همام، ايمن شوقي، يا سلام يا شيخنا ربيع، يا سلام محمود صالح. لا 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 خالص والله العظيم الماتش حلو جدا وعجبني لدرجه ان انا بفكر انزل. بس انا خايف لو نزلت يقولوا عليا قدام الاهلي، انا لسه عايز العب يعني. بعينيه حلوه جدا لبيبو. ايه يا بيبو؟ ايه هيعملها؟ الله سلام، يا سلام على الاستعراض يا ولاد، يا سلام على الاستعراض يا ولاد. والله لو كنتوا لسه وبتلعبوا بجد، يعني عايز اقول ان جون زي اللي فات ده هو بالاستعراض اللي انتوا عملتوه كان زمان المدرب خرجكم من زمان. عشان الهزار اللي بتهزروه، بس جون حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي. فكرني بالجونين بتوعك يا اسامه في ماتش 4-3 مع الزمالك في الكاس. يا سلام يا سلام يا سلام. ايه حبيبي اسامه حسني خرج سلم عليا. يا سلام، انا حاسس ان انا بين اهلي يا جماعه. مين اللي وقع؟ مين اللي وقع؟ انزل له حسين شكري. تاني تاني جت في ايده. يا سلام يا سلام يا سلام، الحمد لله، احبك قوي يا كابتن اسامه والله العظيم. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا احمد. طبعا الله يبارك فيك، نجم نجم من نجوم الاهلي كابتن اسامه. اهلا وسهلا فيك، الله يكرمك. شرف لي ان انا معاك يا حبيبي. انا اللي بنشرف. الله يكرمك. تاريخ طويل وتاريخ جميل. اتفضل بقى. تساعدني عشان في اللعيبه بتاعت الكاميرا لما بتبعد. لا انا كلهم حبايبي. الكاميرا لما بتبعد ما بقاش شايف اللعيبه، بس انت عارفهم من لعبهم. طبعا. فتقدر من غير يعني ده ايوب ده سوري عادل مصطفى لعمرو انور لاحمد ايوب. ايوب ماشي بالكوره. احمد ايوب. ايوه ايوب لعادل مصطفى تاني. مصطفى تاني. ايوه قطع شادي. والشوطه بقى من مين؟ احمد ايوب. يا سلام، اجمل حاجه في الدنيا يا جماعه ان عادل مصطفى راح ام بي. طبعا لعب في ام بي، انما لما جه النادي الاهلي بيبو عدى بواحده حلوه بقى. لازم تقول بيبو عدى واحده حلوه قوي. بيبو هو وجون، هو وجون بقى. معلش معلش ما تزعلش منها يا ما خدمتك. انا اقول لك موقف على كابتن حسين شكري. طبعا لاعبنا السيرت باك الاسمر. مره كابتن حسن كان لسه حسين شكري جاي. ونزل يسلم على اللعيبه بقى كلها في حسين كان لسه جاي. فكابتن دخل لقى كذا واحد اسمر. كابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي طبعا. فاول ما شاف حسين قال له هلو ويلكم، فاكره اجنبي. قلنا له كابتن ده حسين شكري كابتن بتاع الترسان، لانه كان كذا واحد بقى اسمر ورا بعض. ايوه صح 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 شبه بعض. أيوه. انا نفسي والله ما خدتش بالي منه في الاول. بلال طبعا. ده أيوه. التخن بس الله اكبر عليه. لا جاب جون حلو قوي دلوقتي. جاب جون حلو قوي دلوقتي. بلال لمحمد فاروق. فاروق أيوه. فاروق يا كورنر طلعها منه. برافو احمد فوزي. احمد السيد سوري. احمد فوزي شايف لسه. ده احمد السيد. احمد السيد. ايوه الغضب على وجهه. اتلعبت الركنيه. هيسجل ولا هيعمل ايه؟ الله الله مكور صلاح. دي كره حلوه. الله كره حلوه قوي، حلوه قوي، فكره حلوه قوي، وتصدي هايل. يا سلام يا فوزي، يا سلام يا فوزي. حميد حسن مع الكوره اهو. ايه يا عم مش عارف تمشي ليه؟ يا سلام. وعارف انها طالع عاوي بس. يا سلام. عبد الحميد حسن مع الكورة. عبد الحميد حسن مع الكورة. الأهلي العجيزي. أهلي العجيزي. جيزي. حلو قوي. حلو قوي. حلو قوي. على الثابتة. الثابتة. اديها له في المنطقة. عجزه. كرة صعبة في الضيقة. أيوة دي. طارق سليمان طبعا ما قدرش ينزل لانه طبعا خلاص برضو طبعا حكم السن بقى طبعا. فاكر يا اسامه الرفعه اللي رفعتها لايمن شوقي في ماتش الزمالك؟ طبعا ماتش كاس. حط طلقه. ايوه 92 طلقه بدماغه. مظبوط طلقه. ده نهائي كاس مصر 92 ياما ما
بتاعتنا يا استاذ موسى. الله يخليك زي ما انت دايما بتمتعنا يعني. ربنا يبارك لك حبيبي. كابتن شريف عبد المنعم. نهايه الشوط. كابتن شريف حكم صفر. نهايه الشوط بس انت لازم تيجي معانا. كابتن شريف اتفضل. حبيبي طبعا حبيبي طبعا. ده انا فاشل ده انا فاشل في التعليق. انت معاك النجم العالمي طبعا بيومي فؤاد. ربنا ما بيضحك. 35 فيلم هدف ضحك مستمر حتى السمالة قاعدين يحسدوا فيه ويقولوا له انت فين وجاي منين ورايح فين ومش عارف ايه. وجاله خالد بيبو اهو. جاله خالد بيبو تحت رجلك بقى. فؤاد وبيبو. فؤاد وبيبو. فؤاد والجون. فؤاد والجون. فؤاد وبيبو. شادي محمد عمال يقول ايه؟ كعبك كعبك. قول له استنى كعبك مش هيعذبني. فؤاد وبيبو. حبيبي خالد بيبو. اسامه دخل علينا اهو. سمير عثمان جون في اول دقيقه. فكرني بجونين في الزمالك يا كابتن اسامه. لما تجي لك الكوره انت والجون لازم تحترم الجماهير وتديها بكل قوتك. بلاش الاستعراض. بس اجمل حاجه عجبتني في خالد بيبو بعد اعتزاله الا الاوفر اللي انت عملته. الجماهير لحد دلوقتي بتقول انما لما كان لاعب خالد بيبو ان عمر ما شفته بصه بصه. يعني يعني تقول كل الناس اللي جابت كل الناس اللي جابت الجوال اللي انا انا الوحيد بقول له. فاكر يا اسامه عرابي الرفعه اللي انت رفعتها لايمن شوقي في ماتش الكاس؟ كابتن عاوز حسن والله يا ابني. كابتن ايمن شوقي والله العظيم. بص طبعا احنا انتهزين حكم دولي. ابن حكم دولي كبير. حكم دولي كبير. ربنا دولي كبير. ربنا ياما ياما والله العظيم. ربنا يخليك بجد والله العظيم. شرف ليا. انا النهارده بقى هستعين بيك لو في حاله فار. انا ايوه انا هجي لك بقى بس عاوزين نساعد ومحدش يبقى بقى بس انا لسه كنت عاوز اقول تقنيه الفار برضه هنشوفها في الشوط الثاني. هتبقى في حاله في الدقيقه 7 حبيبي. جود لك ان شاء الله حبيبي. ربنا يبارك فيك. عايزك انت اتفضل يا فندم. عايزك تعوض يا اسامه. عوض لي الكره دي. حاطط امالي كلها عليك. قطع كويس على العقاب الاولاني جابها بالدراسة حلوه. هو محضر نفسه يا استاذ. ايوه صح. واللعيب لما بيحضر نفسه الكوره بتساعده اكيد يعني. واللي بيعمل مجهود اكتر يعني الحمد لله. احمد السيد يا ولاد الايه. شفت النادي دي؟ انت حضرت النادي كلها؟ لا انا حضرت شريف عبد المنعم. يا نهار ايه ده انت من الايام الابيض واسود. انت صغير ها؟ بقى بس انت من ايام الابيض وش. كابتن شريف عايز يرجع يمثل تاني. انا عادي. كابتن شادي بطل ضرب في محمد فاروق. محمد فاروق ده اخوك. والليبرو الليبرو انتهى خلاص. السلام عليكم. من الاخر الحوار ده كله انتوا عارفين استاذ بيومي ما بيشتغلش. فقال لك ايه اجيب الكابتن شريف لما رايح. الحمد لله على كل شيء. ده عيبني في معالجه يلا مش في فيلم. بقالي يومين قاعد في البيت. والله يومين ها؟ انت تليك تليك بتحضر المونتاج بس. يا سلام. ايام ربنا يجعل النادي الاهلي دايما مصدر سعاده للمصريين وللاهلاويه. دي حقيقه. والله العظيم مصدر سعاده ومصدر فخر. دي حقيقه. النادي الاهلي. نعمة انك تكون اهلاوي. اه والله العظيم. وليه يا اسامه؟ 1907 طبعا نعمل من الاهلي لكاس العالم ل90 ها؟ لا لا طبعا تلعب قدام لعيبه العالم كلها. الحمد لله. في لعيبه بقى خدت بالك؟ مش ممكن كان حد يعرفها الا اذا كانت لبس فانيلا حمرا. طبعا. يعني ما شاء الله خدت طبعًا. بالك؟ وبيتوفر لهم جميع اللعيبه اللي جنبهم اللي هم منتقاه. طبعا. اللعيبه اللي هم احسن لعيبه موجوده في مصر وبره مصر. حاضر. ولعيبه كلها محترفه عشان كده هو بيبان. الناس اوعى تفتكر. اتفضل. حبيبي حماد. لو سمحت يا كابتن لو سمحت. انا عايزك تركز معايا انا بس الشوط ده. عينيا. ماشي يعني سيبك من احمد سيد سيبك من شادي محمد. ايه التواضع ده؟ ايه التواضع ده؟ اه يعني الكوره مجنونه. ايه انكار الذات؟ اه حبيبي. والله انكار ذات. انكار ذات. خلاص. اه طبعا. بص انا ناقص حد. شريف. وكابتن وسام. يا خرب. لا لا هو اللي بيمتعنا من بره. اه والله بيمتعنا من بره. اه والله حبيبي. ربنا يبارك لك يا رب. شريف عبد المنعم وأسامة عرابي. قاعدين معاك. حاضر. انا هعمل كده هعمل كده. يلا سمير. يلا يا فندم.
انا عاوز عشان انا خايب في التعليق اعمل اي حجه في الدنيا. ممكن اقول مثلا زي كابتن لطيف الله يرحمه، في ناس واقفه قدامنا مش شايفين. كابتن لطيف الله يرحمه، كابتن لطيف، كابتن زيور، كابتن حسين، طبعا كلهم عمالقه، كلهم عمالقه يعني. بس كابتن لطيف يعني اللي خلى المصريين كلهم يبقى المعلق ده بالنسبه لهم فاكهه طبعًا. يمكن اهم من الماتش طبعًا. نفسه طبعًا. فكان كتير قوي يفضل محافظ اسم لعيب بالذات الاجانب ويفضل معلق عليه. ازادورو أيوه. فاكر ازادورو بتاع البرازيل؟ قلت لك انا ايوه ازادورو. كره ممكن ممكن الكره تبقى عند الباك ليفت يقول لك ازادورو ناحيه الجناح، بس بقى ازادورو كل البرازيل ازادورو. فهو اخف ضربه البدايه للشوط الثاني يعني. طبعا في معلقين كتير نجوم. الله ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجون ده؟ مين عمل؟ فاروق. ايه الجون ده؟ محمد فاروق؟ لا 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 ده شريف عبد الفضيل. شريف عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل، شريف لاول مره اجيب جون كده. يا شريف يا شريف قول لي رايح على فين؟ ده رايح يبص على بيوك. جون عالمي، جون عالمي والله. كابتن لطيف كان عايز لازمه بقى اسامه كانت يقول لك قلت لك انا شريف عبد الفضيل وخالد بيبو ومحمود الخطيب ومصطفى عبده وتقول لي مبروك عليهم بقى الكاس. مبروك عليهم بقى. احنا خدنا الدوري وهم خدوا الكاس. لا في مدارس ماتش الجزائر لما حصلت الخناقه قال لك عاوزين يبقى واصل ماتش يا عبط. كان دمه خفيف جدا، عنده حضور غير عادي، حبب المصريين في لعبه كره القدم. طبعا كان في عمالقه طبعا زي كابتن علي زيور وحسين مطكور وحمد امام والشربيني طبعًا. يعني ما ننساش حد، ومحمود بكر وناس كتير، بس هو ما فيش شك ان هو شيخ المعلقين يعني. وكان قبليه محمود امام طبعا. لا انا اولي كابتن لطيف. لا احنا ما سمعناش طبعا محمود امام، بس انا كنت اسمع ان محمود كان في الاذاعه وبعد كده في اللي قال لك كان كده. هم هيلعبوا ضربات جزاء، هيعملوا اكسترا تايم. أيوة انا عندي ميعاد مع مراتي. لا 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 مش هينفع. جو بيبو اسامه حسني تابع. اسامه عمل التعليم هاتريك. اسامه هاتريك. اسامه هاتريك متابعه من الفيرود جامده دي، مهمه المتابعه دي من المهاجم. جول حلو قوي 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 الحقيقه. من عدد الاهداف انا نسيت النتيجه بقت كام. لا مش مهم، المهم اجوان كتير وخلاص. الناس مبسوطه بكتر الاجوان، فدي حاجه تسعدنا كلنا. والله مش مهم بقى مين يكسب ولا مين جاب كام. 5-2 لينا. طبعا احنا لابسين احمر يبقى لينا. من الناحيه الشمال سامي قمصان. سامي قمصان، سامي قمصان اتاخر اتاخر. عادل، عادل مصطفى، فاروق. لا مش فاروق، فاروق فاروق. طب فاروق كورنر. برافو برافو. خبطت رجله في برافو. حد داس على وشه. سامي شايف وشه مين لو الاسعاف؟ لو بينط من فيه لو شادي يبقى ما فيهاش حاجه رجله. لو شادي هنغير ولا ايه؟ لو اللي واقع شادي يبقى ما فيهاش حاجه. مهم. ده مين؟ هو شادي. هو شادي. هو شادي ما فيهاش حاجه. ما فيهاش اي حاجه. شادي. ما فيهاش خبطه بسيطه. ده اسلام الشاطر. اسلام الشاطر و الجزمه في وشه. وسمير عثمان مش هنا. النادي الاهلي. لا هو اصلي اسلام طبعا. اسلام وشادي لعبوا مع بعض في وقت واحد. لعبوا مع بعض فترة. كنت انا برضه مع مستر مانويل جوزيه وكانوا موجودين الاثنين. هو اعتقد اسلام مش قادر ينسى ان شادي زعق له يوم. فجابها له النهارده. شفت قام زي الفل ازاي؟ ده يا استاذ انا بقول لك استاذ تمثيل. طب ما تاخده معاك يا استاذ. ده ياخدنا هو. العجيزي اهو ماشي. العجيزي العجيزي ده العجيز. والله كنت فاكر سمير كابونا من شويه. لا ما هو شكله فعلا شكله صح. بس سمير يمكن بقى جسمه مليان شويه. صديق 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 صديق. ها بيبو بيبو. يا سلام. ايه ده؟ لمحه لمحه لمحه. ايه ده؟ ايه نكران الزاد ده يا بيبو؟ الولد مش عايز احطه جوه.
شقه محطوطه بالذهب فيها شقه عادل مصطفى. عادل مصطفى الله اكبر. عادل مصطفى سامي ومصان جسمه كانه لسه من عبد الحميد حسن. عبد الحميد حسن ميده برضه. عبد الحميد جسمه كويس كده. بس بتشجعوا احمر ولا احمر يا فندم؟ لما الاحمر بيجيب جول بيقول احنا جبنا جول. بالامانه انتوا شايفين مين بيومي متعاطف جدا مع الاحمر. متعصب متعصب. انت عشان مؤدب قلت متعاطف. انا متعصب. الله شفت بيومي. لا بس العلامه الكامله. متعصب العلامه الكامله. انا متعصب. خد الفرقه اللي هي العلامه الكامله. اه اي راجل بيفهم في كل حاجه. ابتدينا نغير من بيومي. هو الطقم الثاني بتاع ابتدينا نغير من ضحكه صديقي اللي من كام سنه ده. كان زمان ما كانش في حد اشهر من لعيبه الكوره. اه قضيت على الحكايه دي. اسامه مين اللي معاه كوره؟ اهو تعالى على صوت. هيعمل عادي سنتين معاك طبعا طبعا. يا سلام واكل الميكروفون. تعالى يا كابتن علاء. لا خلاص ما انا قلت مكانك انت بقى استاذ بيومي معاك. لا ما انا مش هعطلك. لعيب ايه؟ باك ايه؟ مدير كوره ايه؟ اقول ايه ولا ايه يا كابتن علاء؟ ربنا بجد بجد الله يخليك. شرف شرف عظيم ان انا مع حضرتك النهارده والله. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب. غششوني ايمن والنبي عشان في لعيبه من بعيد مش عارف. انا هم كلهم حبايبي كلهم صحاب. اكرامي امير عبد الحميد. دي يا كابتن احمد ايوب. سلام ازيك يا كابتن. ربنا يبارك فيك. احبك جدا. ربنا يبارك فيك. سلام يا كابتن. اسامه حسني. اسامه حسني يا لا 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 ده سوبر هاتريك. ده سوبر هاتريك يا جماعه. اربع اهداف لوحده يا جماعه. سوبر هاتريك. اتكلم على الجول ده يكون عالمي. لا مش اوفسايد. مش اوفسايد يا ايمن. انت رحت امريكا القانون اتغير. القانون اتغير. اه عندنا لا لا مش اوفسايد. لما اكون اسامه حسني مش اوفسايد. القانون اتغير. انت سافرت فتره. قعدت فتره طويله وبعد كده هو مركز دلوقتي في الرد. اه جدا. اه طب تاني خالد بيبو. خالد بيبو. الله. شادي محمد. شادي محمد بيرفع. جت في كتف حسين شكري الحكم. الله الله. عبد الحميد حسن. طب احنا كده 8 9 احنا نخش من الحته دي. 9 الحلاوه دي. انا عشت مع الراجل ده 15 يوم في روسيا. 10 دقايق و9 اجوال. اروح فين في شياكتك؟ مش عارف انا خناقوني ليه كده. اروح فين في شياكتك؟ انا نقيت احلى قميص في الدولاب. اروح فين في شياكتك؟ انا كنت خايف ابقى جنب الملعب بتاع اخضر ما ياخدوش بالهم ان القميص شبه النجيله. انا ايه رايك في المباراه؟ حلو قوي. شفت جون فاروق؟ اه عجبني جدا والله. وجوان اسامه حسني اللي هم اللي عدوا اربعه تقريبا. سوبر هاتريك. اه هو مع انا تمام عشان بس اخد بالي. لا وبعدين الاجوان كلها من ايه؟ من جوه السته يارده. جدا من جوه السته يارده. لا هم عارفين طبعا يعملوا ايه. ها تركيز اللياقه. اصل بص يعني معظمكم مثلا لما بيلعبوا كره خماسيه بعد الاعتزال دي حقيقه. فهم بيلعبوا في ارض كبيره كره خماسيه برضه بيلعبوا. ده اللي عايز اقوله. لو بطريقه الخماسيه برضه. لا امير مبروك عليكم ودايما كده النادي الاهلي في العالي ان شاء الله باذن الله. امير مبروك علينا جميعا يا رب. سلام على الجميع. طب ده الله. وبعد كده انتوا لو بتلعبوا يا كباتن دلوقتي كان زمان المدرب خرجكم انتوا الثلاثه بالظبط كده. يلا يا أسامة. يلا يا أسامة. هي دي. الحب بيسود الماتش ما
مفيش المنافسة وال عشان كده تلاقي المباراة لحد ما في كلهم معشات يا كابتن علاء كلهم معشات دول اصغر مني في السن. طب اقول ايه على نفسي؟ الله 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 جول حلو قوي. سلام يا بلال. تدبل الوردة وريحتها فيها يا ابني. جول حلو قوي اسامة. اسامة سوبر هاتريك. شايف دي؟ شايف دي؟ نقول ان انا لسه مكمل معاك يا جماعه. لا لا لقب بدنية عالية. برافو. دلوقتي اعتقد ممكن يبقى 8-3 النتيجة. ما سامحوني بقى انتوا بتزعقوا لي انا قاعد مع حبايبي. ما حدش بيتابع النتيجة اساسا. بس المهم 7-3-8-3 حاجة كده. المهم احنا 8. انا بشجع اي حد لابس احمر. هي دي. الله الله. حارس مرمى هاي هاي. وحلوة ميدو. اشوى القديم. كابتن علاء فكرني قبل ما تعتذر كان اخر مدرب معانا الانجليزي اعتقد هاريس غير طريقة لعبك خالص. انا فاكر انت كنت معاه عظيم. بس انت كنت معاه حاجة تانية خالص. انا السرعة قبل اعتزالك شوية. ما انا اعتزلت بعد عرفة مع قالك هاريس. العصبي قوي. اقول لك انا اسمه ايه اللي راح للزمالك بعدها؟ لا قبل الصبل. قبل الصبل اللي راح للزمالك. اقول لك انا اسمه ايه؟ بس انا كنت عملت عمليه. فانا طلبت الكابتن سابق الباك. كابتن سمير محمود عثمان جاي لي. جاي لي. مفيش مكان مفيش مكان مفيش مكان فاضي يا سمير. كابتن سمير جاي لي عشان يشوف تقنية البار ويشوف البنالتي صحيح ولا لا. بس مش هخليه يقعد وهو واقف. نعيد نعيد. احنا اهو احنا اهو. انا هقول لك انا هقول لك كانت بنالتي ولا لا. اهي وطرد كمان. ايوه فيها شدة. ايوه فيها شدة. شوف فضيل انا الحقيقة مش شايف فيها شد قوي. انا مش شايف ان فيها شد قوي يا سمير بصراحه. ده كان بيقول له خد بس عايزك. هو الكابتن سمير كان عاوز يطلع في التلفزيون مش اكتر. لكن هي مش بنت. انا رايي انها مش بنت. ظلم. الحكم ظلام ده. ابو الذهب. يا ولاد الايه يا ولاد الايه يا ولاد اللعيبة على التعاون. العب حبيبي. معلش يا ميرو عملوها فيك العشقية. دلوقتي 8-4. أنا بتوقع النتيجة. بينية من ناحية اليمين وبيجري. بيديها لأسامة حسني. أسامة حسني. أحمد عبد الظاهر. أحمد الظاهر هيرفع. 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 هو الله! يا يا القائم بيلعب معاك والله يا ابني. حاجات من اللي بتعجب الجمهور. بيعدي الكره من تحت رجله يمين لفاروق.
فاروق بيرفعها حلوة جدا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. هو 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 والنتيجة بتقرب يا جماعة. هو والله عادل مصطفى نسر النادي الأهلي، رمز النادي الأهلي. الجول بيتعاد من حلاوته، من بلال لسامي قمصان لعادل مصطفى. جول حلو قوي، حلو قوي قوي حقيقة. نقول لينا ولا علينا؟ لينا بقى يا ريس. آخر عملك كده آخر آخر عملك النهاردة. الماتش ده طول كده ليه يا جماعة؟ هو مش تفوتش على الجول. حلو قوي. يا سلام يا ميدو، سلام يا ميدو، حلو جدا. اخر عمل كنت بعمل فيلم مع رامز جلال لسه خلاص قريب، اسمه هيكل نظمي. فيلم كوميدي. رامز جلال، استاذ خالد الصاوي، استاذ غاد عادل. وان شاء الله المفروض طبعا كان ينزل، بس طبعا التسليمات كان موضوع 25% والكلام ده بسبب احد كورونا مخليه طبعا المنتجين في الله في الله يعني بيأجلوا الافلام شويه. والاخر حاجات اللي الناس شافتها، بس انا مصوره بقالي داخل على سنه، صاحب الميال صراحه شخص صاحب الميال مع اسر ياسين في بيت الاسره ميلا خليل فرج منظر عكس. ده فيلم نزل على شاهد. على شاهد. صح. طب بالنسبه للديسك العظيمه اللي هناك ديت، والله نفسي اخدك من ايدك كده كابتن علي واروح اقعد معاها. يلا. والله. دائما وابدا مديرين الكوره في النادي الاهلي من ايام الكابتن العظيم امتدادا لغايه من ايام الكابتن صالح. كابتن صالح مسك المكان ده برضه. كابتن صالح؟ كان مدير كوره؟ مسك مدير كوره. ده ايام عبد المحسن مرتجي؟ كان وقتها فريق عبد المحسن مرتجي. عبد المحسن مرتجي رحمه الله. كان وقتها بقى كان الكابتن عمر سلامه ومصر الخير. كان تقريبا فرقه التلامذه دلوقتي. ومسك فتره كده، وبعد كده برضه مسك في وجود بدايه الكابتن خطيب. يعني كابتن سلامه كان مدرب. لا كابتن صالح لا 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 كان لعيب بس. كابتن كان لسه لاعب. طبعا طبعا. الكابتن عمر سلامه بعد كابتن صالح. كابتن الجيل اللي بعده كابتن شوقي عبد الشافي والشغل اللي شوقي عبد الشافي. كابتن صالح مسك فتره وبعد كده دخل وبعد كده تولد بقى بعد كده كابتن حسن كابتن خطيب كابتن سيد كابتن زيزو. كابتن زيزو ده اول جيل انا عاصرته. كابتن زيزو كابتن خطيب كابتن عبده. كان لعيبه كوره. تمام. انا بتكلم على يعني مديرين الكوره وحضرتك فتحت الموضوع ده. يعني كابتن صالح كان من اوائل الناس اللي والكابتن عزت بروس ربنا يديله الصحه. والكابتن احمد صورات الله يرحمه. طبعا كابتن سيدات الله يرحمه. هو جون هو جون هو وجون هو وجون وجون جون وبينهي المباراه. لا ده بيصفر هدف. ده كابتن ابو مين اللي بيشاور؟ كابتن ويب. هو تعب عاوز المباراه تنتهي. سراجو يلا. سلام. خش مش عارفين ده عادي. اتفضل طبعا ربنا يبارك فيك. انا معايا مايك. ده انا اصلا انا نزلت مخصوص اسمعك والله. كنت بتفرج من فوق بس بيقولوا لي ان انت عامل لا خالص. بيقولوا لي انت عامل قلق جامد. فقلت بقى انزل اسمع. ربنا يبارك. انا سعيد جدا فخور جدا. الحمد لله والله. الحمد لله ربنا كريم. يعني جول حلو قوي. جول حلو قوي. وانا بقول النتيجه بتقرب. هو كام دلوقتي؟ 9-6. 9-6. انا عاوز اشاور لسمير كفايه ماتش كوره عشان نطلع كسبانين. انا بشجع الاحمر طبعا. عند لبس الاسود بتاعنا حلو برضه. حلو جدا. بس الاحمر الاساس طبعا. يعني 9-6 للاحمر. 9-6 للاحمر. انا مش شايف جوان كتير فمش مش معدتش. جاب اربعه لوحده. لا اسامه حسني
الله عليه يعني الراجل فكرنا بماتش السوبر والنهائي الكاس الله 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 الله. في لعيبه كتير قوي يا فندم بيستنوا لغايه الفتره ديت عشان نفسه يعمل الحاجات اللي هو بيعملها دلوقتي يعمل ايوه براحته بقى يعني لو في جمهور طبعا مش بس جمهور مش هيعرف يعمل اي حاجه من الحاجات دي مش بس جمهور فني في لحظه ومدير فني صحيح صح انت عندك حق هيقول له اقرب اوبن على طول اتكل على الله. بتشجع الاهلي من سنه كام ده؟ مش عايز اكبرك يعني بس يعني اقول لي الجيل مثلا اللي بدات بيه تحب الاهلي يعني كابتن حكيم طبعا كابتن حكيم لسه دلوقتي كنت بقول ده الجيل طبعا هو ده الجيل ده الجيل الذهبي سمعت ان كان في كان في حد على طول قبل اكرامي ده انا ما لحقتوش قبل كابتن اكرامي ايوه انا بص الهجمه دي بقى بص الهجمه دي الله اخيرا اخيرا نبيبه يا سلام من اول الماتش بصراحه انكار ذات كم جول النهارده لا اول جول اول ايه ده اول جول تخيل اسامه حسني هو اللي بيجيب كل الاجوان هو بيبو اللي بيسمع مجهود رائع مجهود رائع وعظيم يا سلام يا سلام يا ابني يا سلام دي جوان بيبو بقى وبيبو والجون يا سلام عادل سمير كمونة بلال احمد جوان زي كابتن شوبير ما مسميه عادل ايه ده حلوه دي ايه ده حلوه دي بصراحه ايه اقول ايه اقول ايه في الجون ده الحقيقه بيرد عليه عادل مصطفى على طول بيرد على خالد بيبو بيقول له مفيش حد احسن من حد وادي يا سيدي جون حلو كمان يا سلام يا سلام حلو جدا لو في مين في امير وحش برضه وبتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي ده من الأهلي هو المنتصر الحمد لله صباح حسني تفضل فادي دايما الأهلي المنتصر دايما الأهلي المنتصر دايما مشرفنا الحمد لله والله أنا بشكر بشكر المشاهدين بشكر الجمهور وبشكر جمهور النادي الأهلي على استحماله يا فندم احنا بنشكرك والله ان انت روحت انا ببارك جدا لكل جمهور النادي الاهلي وبارك لنفسي كمان على الانجازات الحقيقه المجلس الاداره بيعملها من قناه جديده لسه من وقت قليل جدا لاستاد يعني يعني حاجه عظيمه وفخر وشرف لكل اهلاوي بجد دايما الاهلي سباق الحقيقه الحمد لله رب العالمين على نعمه الاهلي بجد يعني الحقيقه انا فخور جدا وسعيد جدا وباذن الله اول ماتشات النادي الاهلي هنا هو باذن الله ان شاء الله هبقى في ثالثه شمال باذن الله واقعد وسطيهم معلق 100 ان شاء الله الف مليون مبروك لكل جمهور النادي الاهلي في جميع انحاء الدنيا ونشوف دايما اتعادلوا ضربه جزاء هم تقريبا اتعادلوا انت قلت لي في فرقه كسبت بتتصد من بلال ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش يا بلال برافو ميرو ضرب جزاء الاولى للاحمر تركيز واضح على حارس المرمى تعالى بقى خش بقى استلف وسامح حسني جاي يقعد جنبي اعتقادا ان انا مش عارف اللعيبه لكن مين لا لا ده احنا النهارده اكتشاف مذيع عالمي للكره المصريه الاستاذ بيومي فؤاد معلق للكره المصريه الجديد مذيع ممل جدا شربيني التمثيل حبيبي ربنا يبارك فيك زي ما احنا شايفين دلوقتي هو بيحاول يوسع له كابتن اليمين شريف عبد الفضيل شريف عبد الفضيل شريف عبد الفضيل
اوبا جوه جون جوه جون يا سلام يا كابتن شريف. فاكر لو سوى ماتش 4-3؟ اه طبعا، مين يقدر ينسى ماتش 4-3؟ الاهلي تعادل، الزمالك يجيب جون، الاهلي تعادل، الزمالك يجيب. شوف الروح الرياضيه الجميله اللي بعد. الزمالك يجيب جون، لا الزمالك كان فريق كبير والاهلي فريق كبير طبعا. هنا نجوم وهنا نجوم، احلى ماتشات الدنيا اللي شفتها. الاحلى من كده شوف الجماهير اللي كانت حاضره طبعا، استاد القاهره 70-80 ألف مشاهد ما شاء الله، وهي دي العلاقه اللي دايما ما بين الاهلي والزمالك. ما شاء الله 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 يا ميرو، الله يا تاني كوره بتتصد. يرتدي قفاز الاجاده امير عبد الحميد، وفاروق اللي ضيعها ومش عاجبه. محمد فاروق احد رواد الفضاء الجدد في الكره المصريه، يضيع ضربه جزاء حاسمه. هو احد رواد الفضاء بس مش جدد. مش جدد ماشي مشيها مش جدد. لا احنا شايفين مين دلوقتي؟ ميدو عبد الحميد. بالمناسبه دي انا بحيي القائمين على تجديد الاستاد، حاجه رائعه طبعا. حفله يعني دايما يعني من ويه لاستادات محمد ابو كامل، محمد ابو كامل، محمد كامل سوري محمد كامل حبيبي، وكل اللي بيحصل يعني ومجهود رائع وكتر خير وواضح، حاجه مشرفه جدا، حاجه جميله جدا بجد والله العظيم، وكاني في اوروبا. دايما جمهور النادي الاهلي بيستاهل كل حلو حاجه. حلوه حلوه قوي يا سامي، جون حلو قوي. لعيب كبير سامي قمصان، لعيب كبير جدا، صاحب مهاره عاليه. انا فاكر مين اللي جاب سامي قمصان الاهلي؟ كابتن انور سلامه. كابتن انور سلامه طبعا من جمهوريه شبين. وانت معانا النهارده، انا متابع من امتى استاذ بيومي؟ وانت يعني الاحد الاهلاويه اللي بتشجع بجنون للاهلي، شفت ماتش 6-1 وشفت ماتش 4-3، الماتش الاحلى من وجهه نظرك؟ 4-3 ليه بقى؟ استمتاع ب 4-3. انا استمتاع ب 4-3. 6-1 ماتش من جانب واحد يا عيني. بص 6-1 ماتش من جانب واحد. 4-3 رايح جاي. انا لا احب اشوف الماتشات التحصيل حاصل، ولا احب اشوف الماتشات اللي من جانب واحد. صح، وماتش احب اشوف ماتشات المنافسه مهما كانت، لو فرقتي حتى مضغوطه. صح، لاني ببقى واثق اللي بيشوط دلوقتي والله العظيم. 3 ماتش 4-3 انا بتفرج عليه وانا قاعد في قهوه في القصر العيني، كان عندي بروفه مسرح والمخرج مغلس عليا وانا عمال اتخانق معاه والكلام ده. رحت كان عمرو زكي جاب جول اولاني، وفاضل 3 دقايق والماتش يخلص. ابو تريكه خلاص، سوري ابو تريكه الاول اتعادل، اسمه دوت عماد متعب اتعادل، ابو تريكه في الدقيقه 80 او 82 شيكابالا جاب الثاني. ابو تريكه بقى في اخر الماتش قبل ما يخلص ب3 دقايق جمال حمزه اتعادل، رغم ضياع الاجوان الرهيب كتير اللي ضيعناها. ما اعرفش بصراحه جوزيه كان مستعمل ازاي. حبيبي يا ميدو، ايه الحلاوه دي النهارده؟ احنا الحلاوه دي اكتشاف معلق للكره المصريه. اقسم بالله حته جون شريف جديد اسامه، لان انت رجلك مرزبه، دي كان جديد بالنسبه لي. حسيت انه اسامه صاحب الكوره. ليه؟ حسيت انه اسامه صاحب وصاحب الملعب، كان هيلم النجيله ويروح. انا حسيت له يلم النجيله ويروح، جاب 4 تجوان لوحده. سوبر هاتريك. لا بس هقول لك، هسالك سؤال كده قبل انت بتسالني يا كابتن بلال. انتوا لفيتوا العالم. لفيتوا العالم وشفتوا استادات كتير، وشفتوا رحتوا افريقيا ورحتوا اوروبا ورحتوا كتير قوي. انا بجد ايه رايكم؟ ايه رايكم في الحدث اللي بيحصل النهارده؟ احنا اكتر ناس في الدنيا لو مش عاجبنا احنا اللي نقول انه بيتنا. صح، يعني في حد في الدنيا لو قاعد في بيته هو اللي بيقول هات الكرسي ده كده، هات الترابيزه دي كده، مش عارف كذا، والتجديدات كده والكلام ده. فاحنا ما عندناش مشكله خالص نقول قدام العالم لو مش عاجبنا نقول احنا كده. هو ده الاهلي. بص الاهلي تجديدات بايدي مصريه، وده شرف. هو ده، هي دي العظمه، هي دي عظمه الاهلي الحمد لله. بامانه بص في كل مكان الحمد لله، الحمد لله بنستمتع مش بس بنفتخر، احنا بنستمتع واحنا بنقول احنا اهلاويه. والله بنستمتع. والله في فرق، عارف ان انت بتفتخر بالتاريخ والامجاد بتاعتك. بالظبط، في فرق. الحمد لله. انا بستمتع ان انا راجل اهلاوي على طول، التاريخ والحاضر والمستقبل اهلي. في ناس عندها تاريخ بس، وفي ناس عندها تاريخ وحاضر، لكن الاهلي دايما عنده تاريخ وحاضر ومستقبل، وهي دي العظمه بتاعت الاهلي. الاستاذ عمرو اديب استضافني في مره من المرات، الراجل ده انا بحبه قوي، وصفاره نهايه المباراه بفوز الاحمر وصديق خارج. الاسود الاحمر الاسود. ايه الاحمر؟ الاسود. ايوه احنا اللي كسبنا عشان بلال. فوز الاسود. الاسود الحمد لله. كام اقول؟ اقول كام الاسود؟ اقول كام بالبره؟ غششني. اقول 6-4. حلو، 6-4 او 6-5. ماشي، بضربات. حسين شكري زعلان. حسين شكري.
لا باين افريقي جدا. بص انا هقول لك على حاجه احسن. شكرا اول ما جه الاهلي اول ما جه الاهلي دخل اوضه اللبس انا فكرته محترف. يا جماعه بقى عندنا ثلاثه لسه حد بيحكي لي دلوقتي كابتن حسن حمدي نزل قال له ويلكم. ايوه صح. انا بستمتع بيك على فكره والله. ربنا يبارك فيك جدا والله. سلام بستمتع بيك جدا جدا جدا. سلام لي. ويعني تشرفنا بيك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بقول لحضرتك استاذ عمرو اديب كان مستضيفني في يوم وكان الاهلي عنده فتره ربنا لعيدها كده فضلت يعني الفرقه نازله خالص في النتائج وكده. فهو طبعا زملكاوي كبير وشمتان فيا وبيهزر معايا وبيقول لي تقول ايه بقى اللي بيحصل الاهلي من دول. قلت له حبيبي صديق. سلام يا كابتن صديق. حبيبي صديق ده انا اللي مربيه على فكره. طبعا تربيه للاسف والله. والله ونجم كبير ونجم كبير. للاسف حلو. فرحت فرديت عليه بمطالبه صوته قلت له ينبسطوا يستمتعوا ياما متعونا. صح صح. لازم نبقى وصله. الله عليك. لما الله يحصل عليك. حاجه زي كده وتحصل اي حاجه اي يا جماعه. هو ريال مدريد ما بتغلبش. الله عليك بجد. اه طبعا بتغلب. هو البارسا ما بتغلبش. لا طبعا بتغلب. ها الاهلي يتغلب براحته ويكسب براحته كده ويكسب قد كده. هذه المتعه انك تدي برضو فرصه للناس عشان انت تلاقي منافس او تلاقي حاجه تنافس عليها. انما لو مشيت طول عمر على طول هتزهق برضو. بالظبط. برضو بنزهق من البطولات. بالظبط. حقيقه يا كابتن نورتنا وشرفتنا بجد والله العظيم. النهارده هايل يا كابتن. شفت الجنيه كابتن ايمن دجيش. دايمًا هايل راجل هايل. ربنا يبارك فيك والله العظيم. بس تدرسوا. انا بشكر عليكم جدا ويا رب اكون اسماعيل حضرتك كان ربنا يبارك فيك. ربنا عالميه ما طلعتش خالص النهارده. ربنا يبارك فيك. نفسي اختم. اهلا وسهلا يا فندم حضرتك الله يخليك. نفسي اختم. انا عايز اختم والله. طب اعمل ايه؟ ماشي اعمل ايه؟ تختم انت بقى هنا. تختم انت حبيبي. انا معايا مايك. معاك مايك ولا نخلي معانا؟ كان معكم بيومي فؤاد من استاد. لا احمد بلال. كان معكم احمد بلال وبيومي فؤاد من استاد الاهلي والسلام. يا رب اكون كنت خفيف معاكم. سامحوني انا ما كنتش جاهز خالص للموضوع يعني. حبيبي اميرو حبيبي. كل الفخر وكل الشرف. ونلتقي باذن الله في مباريات قادمه في استادنا استاد الاهلي. الاهلي والسلام.